تقبيل الحجر الأسود سنة، ما هو واجب، سنة، ولا يقبل إلا في الطواف فقط، طواف تطوع أو طواف عمرة أو طواف حج أو طواف نذر تقبل الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده الشريفة ثم قبله عليه الصلاة والسلام. فنحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.